السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل نوع من المعجنات كلنا بنحبها جدا، وهي خلية النحل. هقول لكم على اظبط عجينة لها واظبط طريقة تطلعها معاكم هشة وطرية ومستحيل تبوظ معاكم حتى لو اول مرة تعملوها. وممكن نعملها مسكرة، وممكن نعملها حادقة، وممكن نعملها من غير حشوات خالص. اهم حاجة لو انت اول مرة تشوف قناتي، انا اسمي منى، يا ريت تدعموني باشتراك او سبسكرايب وتعملوا لايك لكل فيديوهاتي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على المقادير. عندي 2.5 كوباية من الدقيق، انا مستخدمة دقيق متعدد الاستخدامات، ممكن تستخدمي دقيق مخبوزات مفيش اي مشكلة. 2.5 كوباية من الدقيق هنخلهم كده كويس زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقتين من السكر، تمام، وثلاث معالق من الحليب البودر. تمام كده، وذرة ملح زي ما انتوا عارفين لازم نحط ذرة ملح على الدقيق، وكوباية من المية، مية تكون دافية، وربع كوباية من الزيت. يعني انا هعجن العجينة دي بمية، بس انا عشان اعزز الطعم هحط 3 معالق من الحليب البودر. زي ما قلنا هقول لكم تاني المكونات، 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم 2 معلقة من السكر، و3 معالق من الحليب البودر، ومعلقة من الخميرة الفورية، وربع كوباية من الزيت، وكمان كوباية من المية تكون دافية. هعجنهم كده كويس زي ما انتوا شايفين، وعليهم ذرة ملح. تمام، انا لو انا هعجنهم في العجان هتاخد معايا حوالي 5 دقايق. انا دلوقتي بعجنها على ايدي، لو انا بعجنها على ايدي هتاخد معايا حوالي 10 دقايق عجن. يعني كل ما هتعجني في العجينة كويس او هتعجني فيها كتير، كل ما هتديكي نتيجة او قوام احسن حاجة، وهتبقى مبسوطة جدا من النتيجة. لو تعبت من العجن ممكن تسيبيها وبعد كده، يعني مثلا تريحي ايدك شوية وترجعي تعجني فيها تاني. يعني مش تريحي ايدك يعني تسيبها ساعة ولا نص ساعة، لا، يعني 2 دقايق مثلا وترجعي تعجني فيها تاني، ده لو ايدك وجعتك. تمام، بعد كده يعني هنعجن فيها زي ما قلتلكوا شوية، وبعد كده خلاص هلم العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. تمام، هدهن بقى الطبق بتاعي اللي بعجن فيه شوية زيت صغيرين علشان اسيبها تخمر. تمام اوي كده، هسيبها حوالي من ساعة ونص لساعتين، لان احنا دلوقتي عدنا داخلين على فصل الشتاء، الدنيا ساقعة شوية، فالعجينة بتاخد معايا وقت شوية عن الصيف. انا سبتها حوالي 2 ساعة الا ربع ساعتين. عامة هتشوفوها كل شوية، هتشوفوها لحد ما قولوا معايا لحد ما تلاقوها اختمرت كده، خلاص يبقى كده تمام نقدر نشتغل فيها. زي ما انتوا شايفين هي خدت معايا زي ما قلت لكم 2 الا ربع، قولوا 2 ساعة مثلا. بعد كده هنزل الخمران بتاعها وهكورها بقى براحتكم بقى، يا اما كور صغننه خالص 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 زي البلي كده، او ممكن كور متوسطه يعني اكبر سنه، او ممكن اكبر سنه شويه كمان، او ممكن كور كبير. انا عملتها كور صغيره زي ما انتم شايفين كده،
تمام، وبحاول اقفلها برضو من يعني من كل الجوانب علشان ما تفكش معايا، هي كده كده مش هتفك عامه. شايفين حجم الكرة قد ايه؟ هي كده خلاص انتهت معايا. هحطها بس برصها في الصينية. الصينية اصلا بكون دهناها بشوية زيت وبنزل بيها بالعجين كده اللي انا مكوراه، مش بلزق العجين جنب بعضه، يعني بسيب مسافة حوالي يعني حتة صغيرة قد عقلة كده من صبعك، حتة صغيرة خالص بسيبها بين كل كرة والتانية، علشان لسه هسيبها برضو حوالي مثلا ربع ساعة هتخمر تاني. شايفين حجم الكرة وشايفين اصلا العجينة معايا طرية وحلوة قوي 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 يعني. تمام، انا ما قلتش لكم انا عامله العجينه اصلا ساده. شايفين انا الوقت بفرد العجينه ازاي عشان بقول لكم لو احنا هنحط حشوه هنحطها كده وهنقفل عليها زي ما انتم شايفين. هو انا ما حطيتش عليها حشوه، انا عاملاها ساده. انت ممكن تعمليها بجبنه، يعني جبنه تكون مثلا زي الكريم مربعات، او ممكن تعمليها بشوكولاته مربعات برضو، وممكن تعمليها بلحم مفروم، اي حشوه عندك مفيش اي مشكله. دلوقتي انا زي ما انتوا شايفين سايبه فيها حتت صغيره كده اللي هي عشان ادي لها مساحه ان هي تخمر. شايفين زي ما اول ما خمرت شايفين لزقت في بعضها وبقت ماسكه الصينيه كامله. بعد كده بقى اول ما هتخمر زي ما انتوا شايفين انا سبتها حوالي 15 دقيقه يعني ربع ساعه. بعد كده هدهنها بحليب على الوش، حليب بس. تمام، وكمان هرش عليها سمسم من فوق وحبة البركة، ممكن حبة البركة بس، ممكن سمسم بس، ممكن نسيبها سادة عادي مفيش اي مشكلة. بس بجد اعملوا الطريقة دي هتنبسطوا جدا من العجينة. ممكن تستخدموا العجينة دي في حاجات تانية بس دي انجح وصفة لخلية النحل، هتطلعها معاك هشة وطرية جميلة جدا. هنا بقى انا كنت حطيت عليها حبة البركة. دلوقتي هدخلها على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، هتاخد معايا من 20 ل 25 دقيقة. تمام، على فكرة اللون اللي انتوا شايفينه ده انا والله لسه ما فتحتش عليها الشواية. شايفين اللون ده بقى انا كنت خلاص فتحت الشواية بصراحة، بس اللون اللي قبلها كانت يعني من حرارة الفرن كانت خدت اللون ده. شايفين ما شاء الله طرية جدا، وكمان انا دهنتها من فوق عشان انا مش حاطة فيها اي حشوات، دهنتها من فوق بعسل، عسل ابيض. ممكن كمان نعمل لها حليب محلى مكثف ونسقيه عليها من فوق، هتبقى تحفة برضو. انا حطيت عسل. شايفين طراوتها قد ايه هشة وطرية، جنان بجد تحفة. شايفين شايفين هطلع معاكم واحدة اهي، تشوفوها قد ايه من جوه يعني هشة كده وحلوة قوي. شايفين لا معجنة ولا اي حاجة ما شاء الله. هقطعها معاكم كمان كأنها خرطة جاتو او كيكة. شايفين ما شاء الله، شايفين من جوه قد ايه هشة وطرية وحلوة قوي قوي. اعملوا الطريقة دي مش هتبطلهم يعني تاكلهم خلية النحل، وما بتاخدش اي وقت خالص
وكمان كل اللي عندكم هيحبوها جدا، وبالذات الاطفال، يعني كلنا بنعشق المعجنات وبالذات الاطفال بتحبها جدا، فاعملوها وبجد هتدعولي عليها. اهم حاجة لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تدعموني باشتراك او سبسكرايب وتعملوا لايك لكل فيديوهاتي، وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.